هل انه النادي الاهلي وهو بيكون او معظم اللاعبين عندنا ما شاء الله احمد فتحي شخصيه البطل موجوده في وشخصيه النادي الاهلي موجوده فيه، علي معلول موجوده بالفطره، اجاي تحس انها موجوده، ديانج موجوده، لكن في بعض اللاعبين محتاجين بعض الوقت عشان يكتسبوا شخصيه البطل جوه افريقيا لان هم عندهم المهاره. هل هم محتاجين بس بعض الوقت او محتاجين الفوز ببطوله افريقيا عشان من يبتدوا يعلوا؟ انت ده سؤال، ملاحظه ذكيه جدا، سؤال مهم جدا. انت مش كل اللعيبه زي بعض. خلي بالك التكوين النفسي لكل اللعيبه ما بيبقاش على مسطره واحده. صحيح. ليه؟ جايين من اماكن متفاوته. صحيح. اماكن متفاوته، ثقافات متفاوته. صحيح. تجارب متفاوته. يعني في ناس اتعرضوا لتجارب سيئه في الطفوله مثلا، فبتلاقيه مهزوز شويه، بتلاقيه سقط بنفسه قليله شويه. في تعرضوا لتجارب ايجابيه يعني في التربيه او كده، في البيت، في الاسره، في بيتعرضوا لعنف، لتقريع شديد، لكلام من ده. الحقيقه ده عيب مش في لعيبه الاهلي، لا يعني في الشخصيه المصريه بشكل عام. في قدر كبير جدا من يعني من سوء، مش عايز اقول القهر المعنوي، القهر النفسي في الطفوله، الحرص الابوين على ان هو يبقى يتفوق وكلام من ده، وكوخه وعيب والضرب وكلام ده. ده كل ده انتهى من 300 سنه في الدور المتقدمه يعني المتحضره، ما فيش حكايه الضرب، ما فيش يعني في وسائل اخرى. لكن دي من الامراض الاجتماعيه الكبيره جدا اللي بتنعكس على عليك انت، على لعيب الكوره لما يواجه بقى تجربة كبيرة جدا وجمهور كبير دهوت. جدا. انت بتشوف مثلا في اوروبا او في المانيا، المانيا تحديدا يعني الفريق الالماني او المنتخبات الاوروبية او كده، يقعد يكافح لاخر لحظة وعنده ثقة بنفسه شديدة جدا، ودي مسألة مهمة. ثقته بنفسه فبتخليه تركيزه عالي جدا، وعنده امل لغاية اخر لحظة. ربما النادي الاهلي هو بس الاستثناء هنا في يعني انه الدقيقة يعني بلس 90 فوق 90 عنده امل لاخر لحظة. بس الاهلي جزء من كل. طيب. والمشاكل والعيوب دي اللي موجودة في الكرة المصرية في الشخصية شخصية الشخصية المصرية عموما في التكوين الرياضي، التكوين النفسي والتكوين الرياضي وكده. فده بينعكس، فتبص تلاقي اللعيب بيتأثر بسرعة جدا، تأثر السوشيال ميديا، تأثر بحد قال له كلمة، تأثر مش عارف ايه. لكن مثلا في الغرب المتقدم لا، عندهم سابقنا كتير جدا في حكايه التربيه وفي حكايه انه بيطلع عنده ثقه بنفسه كده، فما بتاثرش قوي بالكلام الكتير، ما بتاثرش السوشيال ميديا، ما بتاثرش مش كلمه بيجيب كله، لا ثقه بنفسه شديد. دي مهمه جدا في في الشخصيه. انت ما بتكلم دلوقتي عن شخصيه الاهلي، الاهلي حاجه استثنائيه بقى في الحته دي. الاهلي بيكون شخصيه للعيب، بس اللي بيجي من بره بيحتاج وقت عشان انت عايز تقول لي ان الشخصيه بتتكون من المؤثرات الاجتماعيه اللي موجوده في المجتمع من وهو صغير. بالظبط كده، بتظهر وبيضغط عليها، ولما تواجه بقى حاجه بحجم ضغوط النادي الاهلي وحجم الاسم اللي هيلعب فيه، فهو بالتالي بقى محتاج ان هو تقعد صنفر ده صنفر ده، طالما انت جايبه بره فانت محتاج وقت طويل. بالظبط، برافو عليك. هي دي، لذلك في لعيبه كتيره جدا جم وكانوا مواهب عاليه جدا، بس موهوب في نادي يعني مش كبير زي النادي الاهلي. لما يجي النادي الاهلي ياخد وقت كبير جدا عبال ما يتاقلم، او ممكن ما او لا يتاقلم او لا يتاقلم اصلا. وحصلت كتير يعني، حصلت مع لامعي في الستينات، وده كان قصه كبيره جدا ودخل فيها السياسه والمشير وبتاعه. كان لعيب كبير جدا، كان لعيب كبير، كان في المنصوره، كان هداف المنصوره، ما يلعب مع الاهلي يجيب اجوان في الاهلي، يلعب مع الزمالك اجوان في، وحصل خناقه عليه بين الاهلي والزمالك، خناقه كبيره جدا يعني، ودخلت فيها مراكز قوه في الناديين. كان المشير عامر في الزمالك والاهلي برضه كان ليه يعني، فين وحديثا حصل كتير جدا. وكان هو عايز يلعب في الاهلي يعني، لكن جه الاهلي ولا عمل اي حاجه. صدمه بتاع التكوين هو النفسي او التكوين الشخصي اللي احنا بنقول عليه، البناء النفسي اللي ما استحملش جمهور الاهلي، ما استحملش انت زي ما تكون واحد عضلاته تشيل 20 كيلو فبتشيله 50 كيلو او 60 كيلو. النفسيه نفس الشيء، في اللي تكوين نفسه قوي وكويس وكده، لا ممكن ينزل يلعب قدام جمهور ويتعود عليه بسرعه وكده. وفي ناس ما تستحملش ده، وما تستحملش لوم الجمهور، ما تستحملش عتاب الجمهور.
لا انت بتلعب مع في نادي كبير، فاذا لابد يكون جزء من الضريبه دي او لازم تتحمل نقد، تتحمل نقد الجمهور نفسه، تتحمل حتى غضب الجمهور منك حتى لو الجمهور مش على حق. فالجمهور دايما بيمثل يعني ممكن يبقى حافز ودافع ويدي بوش وكده، ممكن يحبط لو لعيب نفسيته او تكون نفسي يعني طاري شويه. طيب